السلام عليكم، صباح الخير. تسمعون الصوت هذا اللي يدوي شال الدنيا فوق راسه؟ هل يسوون المكينة؟ سمعت أكثر شيء يزعجني في الدنيا الصوت هذا، وقال لهم لا يشغلن المكينة الصبح، شغلنها الضحى العادي. يخمن ما يخمن الضحى، يخمن الصبح. سمعت؟ الله عليك، ترى حد يعوي. Good morning. Salam alaikum. Where Salah? Okay. We have breakfast today. We eat now. Eat. Shibab. Huh? Yalla. Like yes. No. Today. No. I don't need apple. But there's no egg. What? Breakfast. Two white egg and one yellow. Uh-huh. And then with the. What is it? Khli and pastarma. Yalla. ها ايش عندك؟ مرحبتين، صباح الخير. عمه شو تريد؟ تريك له بعد؟ اخ عليك صلاح بها تريج حوار انت. شو متريج؟ تمام زين. نحاول اسالك لحم؟ هذا ورا هاي يبي المطحنة، من المطحنة البزار، بزار يبي من المطحنة. يلا ثلاث ايام خلاص. والله ان عزروا علي اصور من جديد. هذا البريال مال البارحه. ها شوف، حط الطاسه جاي. ها شوفوا، ها شوف الدهن. ها يقول سودا، وانه لازم تحت، لازم، لان عشان تنضى الدهنه عيل اسوي هلا شيء مني وطريج، لازم تغدي الدهنه في خلاص من السير وتنضى، من السير وتنضى لازم تغدي بالنيه، عيل ما بتغدي بيضة الخلاصه. ها ذهبي، اللون ذهبي، والخلاصة في المريال، الجدر في والدهنة في المريال تغدي سودة، لازم سودة، لازم انها سودة، ما يتغير لونها غير عن السودة الا عنها. يعني من تحت شوف الحين صافي. ها شيء يصفى عن شيء. والله امهاتنا يقولن انه لازم تغدي بيضة، بيضة عيون. انا منكن ما علي، انا اللي علي شغلي وماشي عليه من هالكثر سنة، ولا شيء شرات ولايتي رقم واحد. رده في جدره كامل، رده في جدره كامل زين، رده كامل 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 بس، وخلاص من يبرد زلوه. شوف بلعي يعني مره ما يحين خرخش وخرخش الا يوم انا اصور. عذر ابوي والسموحه من اللي تاخرت طلباتهم، حين ثلاث اربع ايام استوى زحمه ولا ربنا. البزار ابوي تو واصل، والدهن ابوي اليوم بتنزل. وهاي الفواتير الاوليات، ها الفواتير الاوليات بعد، حتى بشيركم حتى الفواتير موقفات. ها اليوم بالفواتير بتي بهالطريقه، بس اليوم دخيل الله بارك. ما يقولونش اللي وقف من سامانهم، متى خبروا؟ البارح، عقب ما وقفن الفواتير، وقف البزار، وقف كل شيء، خبر. راح يستوي معقوله؟ ما بمفروض يخبرون قبل ما يخلص الشيء، قبل الحشر بعشر، صح ولا لا؟ هي والله انا قلت لهم بعد تشيقوا صلاح. شو يعني الحين؟ شو الحل وياهم؟ أحسن تصير تفتن عليهم. يلا يا ريوك، صباح الخير. يني يا حبيبي كيف حالك؟ تمام انت بخير؟ ماما ما في البيت، ماما برا. انت وين؟ منو هاي صلاح؟ شسان. محتاجين خردة 500. وين؟ عندك خردة 500؟ لا عندك خردة وايد في البوك. لا 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 بنعطيك نوت، عطنا قوم ب 100. لا 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 صلاح طني خردة حبيبي. عسى بس لا. ما اريد قنب 10، قنب 100، عطني شيء اطرافني. وين انا؟ لا لا لا. صلاح. خردة ما باخذهن. لا الاول الاول الاول. ما انت عطني البوك الحين شوية. لا 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 خردة. ما صيد. تعال تعال تعال. جيب البوك. خردة حبيبي والله ما برد، بعطيك اياه النوت واحد وانت عطني 5 طن. اشوف تعال تعال. وين البوك؟ ايه فرنشا يبو بوك صلاح. لا وين؟ داخل سيارته. البوك يبو البوك صلاح حبيبي. خردة دقيقة، والله انك ما كلي تحرى الواد ما بعد. صلاح يلا صلاح يلا، وين البوك؟ يلا عنده. ها قبض هاي 500 قبض عادة. يلا يب شو طالع هناك؟ يلا
يلا عطني قبة 100. أنا 500 ولا لا؟ عطني الحين قبة 100 خمس. منجلب البوك مجلوب. أبا خمس حبيبي. هاي عطيتك أنا 500 ولا لا؟ هذن إنزين. ردهم في البوك. عطني منها قبة 100 أريد من قبة 100. والخيبة صراحة. خبر خيبة أبوك قلت لك كله 500. شيخ أنت أبوي. هذا انا شوف انا اريد هذين. هاي 500 بدال اللي اعطيتك اياها. زين بابا صالون عندك ام بعشر حق الصالون. لا 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 هذا الحين 500. لا هذا شو لحظه ها بشيلها كلها تراني عنك. لا هذا والله. ايه يلا يا سويت الحين. لا صبر صبر هذا ولا يا رجال. اي شوف انت البوك اسمعت شوف البوك بنصور البوك. انا بقل اخ عليك صراحة. رتبها له بابا. اريد فلوس تعال العلم تبا يا اخو. بقل انت بقل اخ عليك اخ عليك صلاح. اما الحين صلاح ها صلاح ما باخذ عنك شيء مال غصب. ها شوف انا اعطيتك 500 زين الحين هاي ثلاث باجات 200 200 لي انا 200 مالاتي بس. عندك اعطيتك 500 ولا لا؟ اعطيتك 500 ولا لا؟ انزين طيب 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 يا لك شو اعطيت فطوم؟ هذا انزين صبر 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 ها يا حافظ على البوك. من وين يا البوك؟ يا حافظ على هالبوك دولشي قباني يا صلاح. منو قدك انت؟ منو قدك طال عمرها اللي مطرشت منه؟ ايه عمرها عمر شعيب شعيب النبي. بسوي بعد هل بوك الفنان تشطنه ببلاستيك؟ لا صلاح لا ما لازم اعطيته مخباك يا امور شاي حق الشاي. سلومه كله. وين اليوم؟ شو اخبارك؟ شو علومك؟ الحمد لله زين كله زين. انا ما قلت لك ايش حالك. وينك انت اليوم بكبره؟ وين؟ اربع دربي. شو سويت بالضبط؟ شو غير النظيف سويت؟ هي الحين تعطي ماي كل يوم ولا كل يومين ولا شو تسوي في الزراعه؟ وادي لميت وادي لميت اكيد اكيد. صلاح شو اسمك انت؟ انا مكران. شوف في الصيف واحد يوم هي واحد يوم لا. يوم هي يوم لا الماي زين. في الشتاء يوم هي ويومين لا زين. ليش تضحك انت؟ ليش تضحك؟ تضحك عليه حرام. صلاح عطى بخشيش حليل حرام. عشر عشر عطى حبيبي عطى حرام. انت كريم بعد النظره. يلا ما عليك منه ما هذا ما عليك منه. هذا الحرام يعود بعد. لا 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 تسمع شوره انت اسد. لا 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 اسد خلي يعطي اعطي واحد. وانت ابدا يقص عليك اسد. انزين تشريب كيف لك؟ قالوا لك بتغني بخيل. واحد كم عطاك؟ بس 10 صلاح صلاح. لا لا عطى 10 ربيع صلاح. اخ عليك صلاح صلاح هذا بخيل صلاح عليك. يب ماي حق صلاح يغسل ثمك. كل الشعر في ثمك من يدين مكران. اخي صلاح شي شعر صلاح جذاب. اكل شهر ايه خلي خلي شاهي ماله. خل شاهي. يلا يلا صلاح تعال تعال عدالي تعال بنسوي شوي. شو تحسبهن كل دقيقة تحسبهن؟ يا ربي الترتيب اشي ورامني. كل قنبو عشر ترى روحن يحطن هم. لازم بعد قنبو عشر يحطن روحن. يا صلاح مشكلة انت بترتيب هلا في الوقت. ييه كم مقتضنات عدل هنا انا.
لازم يكون نيداد ولا ما يحطهم في بوكه. لا ها ها من المصرف يبون هله. اختي فاطمه تجيب هله. صفن سيد وخلن يلا يلا. صوره منو هذه صلاح؟ صبر اشوف انت وين. يا سلام يا سلام. صح ها جيب قلاصك ها شو رايك؟ تبى شراته؟ لا بنتي ما قلت. تبتشا انت ريال هذه حق ما بالله حق بتشا. اعطي واحد صلاح. تبى واحد شراته صلاح؟ لا انا صاحي. ليش صلاح ما تريد؟ دودو انت لا حبيبي ما بالله مال دودو. مال دودو غير دودو. هذا كم اكبر ها هذا دودو حين ها دوكا. يلا سر 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 عاده سر ها شو؟ لا ما يسوي فيديو. نبل امسي واحد نبل هي اقول جيب واحد قرشة واحد بيزا هي ثلاثة خلاصة بعد شو قلت له؟ واقول جيب واحد بيزا واحد دهن ثلاثة خلاصة. انا لا واحد دهن واحد بيزا واحد خلاصة. زين ليش ما اعطيته ثلاثة؟ والله انا بثلاثة انا هذه ثلاثة خلاصة. ها؟ ثلاثة حرمة في؟ اقول هرمة مالا ثلاثة انا لازم اريد ثلاثة خلاص. زين ثلاثة حر ثلاث حريم عنده؟ ايه ماخذ قرشة وحدة. واحد قرشة واحد بزر بي اللي اي حد يبى طلبية بدال واحد خلاصة حط له اثنين حط له ثلاثة. ترى الا خلاصة ما بذهب هي. يلا منو عاطبه؟ هذا طاينة اعطيته واحد 100. 100 اعطاك بخشيش؟ قرب بركة 100 كان جوسي كان جوسي والله 100 درهم ربي يعطاك 100 درهم؟ اي 100 درهم وكل ها؟ قرشة واحد بيزا هي واجيب حق انا 100 قرب بركة الله. طبابيخ وياك ما تعطي قوم حفيظ والبشاشير؟ لا انا ليش ياتي؟ ليش؟ هم منو يعطيهم؟ ما حد يعطيهم. هذا الدريور كله الدريور يحصلون طبابيخ داخل البيت وين يحصلون؟ هذا انت ياتي. لا حرام اليوم بيعطونك 100 جسم عليهم على 10. لا حرام. خل انا طبق واحد لنا واحد 100 يجي حق انا 25 يجي. انزين الحمد لله. الحمد لله. انا ما يجي مني انا اخذ 100. بعد اقولكم ترى كل اللي طلبوا بطلبيات اسبوع لي خطف اظني ارشد رمسه ورمسه للتذكير مره عمرتين يعني قلت بخبركم. اقولكم بالنسبه اللي طالبين ليه في ابو ظبي يومين ثلاث ايام يتريونا ان شاء الله واللي باجي الامارات من يوم الى سبعة ايام. سوى لخبطه في فواتير اوراق الفواتير ما شيء الاستيكرات هاي وقفن القراطيس اللي يحطون فيهن السامان وقف. الابزار ابطا لين حف ولين حمسوا لين طحنوا كذا موجف الكميه اللي من قبل لين طحنوا وحمسوا وخلصت الكميه الثانيه يلا يلا. ابزار ابوي ما بالله خذوه غلوه. الابزار يمر بمراحل اول ينسف عقب ينغسل عقب يتحفف ويتيبس عقب يتهنهن وينحمس عقب ينطحن. بشيركم قبل الطحان بعد ابوي ينسف مره ثانيه وينخلط زين ما زين ويتعبى بيواني يتودى المطحنه والدنيا بطرجه. كل اللي صادفتنا المره هاي انه ما خبروني ان الكميه مخلصه يوم جريبه تخلص جريبه تخلص باجي يومين. قالوا والله لا شيء استكرات ولا شيء قراطيس ولا شيء بزار. لذلك ابوي السموحه والعذر من جنابكم ابوي بيستوي تاخير خمسة ايام الى اسبوع يعني بنحاول يعني هاي اول مره ترى يستوي الموضوع هذا. نرد ابوي على موضوع الاوردرات. الاوردرات ابوي اللي بيطلب لا يعطي طلبيته بالاقساط لا مره واحده يطلب اللي هو يبا. ايش السبب؟ لان ابوي اللي جالس ياخذ الطلبات اذا يجي حين الطلب كتبنا فيه وطرشنا للتعبئه عقب يردون يطلبون اضافه. اللي صار حق المندوب الاوردر وحطه وطرشه وهو في الطريق يعني ردوا مره ثانيه لا يا ابوي شي ما يستوي. من المفروض اي حد يبى شيء اول بادي ابوي يقرر اصبرته اول بادي يصير يقرر شو يبى وخلاف يطرش المسج. واللي اهم عن هذا وهذاك سايقين على الشر يا الله ساقوها على الدابه ردت في سربها لا حد يتصل تليفونات على مال الاوردرات هذا ما حد يرد عليه. الاوردرات اللي هو 050-642-0505 هذا ما عليه مكالمات بس واتساب يوم اسير ولنا 1000 مكالمه. نحط الاعلان نكتب ان ابوي الطلب بس بالواتساب ما يستوي مكالمه هاي والله مصيبه. متى هو يوصل في خلال 24 ساعه 48 ساعه اذا تاخر يوم ولا شبه يوم هذا حين ما بدوى ولا شياته. طبعا لا دهن وبزار
دهن وبزار، ما يبه الضراب ولا يبه هالصدع كلها. يعني انا مستعيب من المسجات اللي تي واسئله ما لهم عنها. انا تيكم في النيشان هاي اللي تيها هالنمونه في التليفون على المسج على الواتساب، يعني خلاص ناخذ الاوردر مالكم. فمن يجي النيشان هذا عقب نهار ثاني، والله خت يتبع ولا ابوي قال ولا يد، لا هذا اوردر ثاني. مشكله، شو مشكله معنا فرات الحين انت؟ ما فرات هذا المشكله، هذا اللي هو زياده. اي انا اقول لا انت واتساب مسج، انت ما في مسج انا ما يقدر. يعني الحين اللي يبى شيء انت يطلب من عندك انت لو يطلب من منو؟ هذا واتساب مال انت. انزين واتساب مال انت. دي هاي ما يعرفون العرب، ما يعرفون ترى. لازم امس واحد طلب يريد زياده، انا اخبر انت. لا لازم ما تخبرني كلام، قولي سوي مسج. اوكي. زين؟ زين. يلا بارك الله فيك. ليش نسيت فاتن؟ ليش تفاتن انت على الرجال؟ اشتغل عندك هو؟ ايه؟ دريورك انت هذا؟ اثنين. انت ما كنت تفاتن على العمال اللي عندك، انت ليش تغيرت؟ ليش هالشكل استويت؟ ايه؟ شو بلاك الحين وياه؟ وليد. وليش تعاطينا المفتاح؟ وليد. ما تريد تشتغل عنده؟ هو كله في جنجال، انا ما مو مسخره. بس خلاص توبه، قال توبه، قول له سوري. سوري. لا ما بنت تقول له، انت قول له سوري. سوري. يلا. بترول؟ بتصبوا بترول بتون؟ يلا سيروا صبوا بترول، تعالوا. تعرفوا الرقم السري؟ كم؟ وين الكرت مالي مال البنك؟ زين. وينه؟ زين. كم الرقم السري؟ ما اعرف. ما تعرف الرقم السري؟ ليش شال لنا؟ لا اول لازم تحرر السياره، يقوله حتى صلاح اعرف عنك، يقول تحرر السياره. صلاح صب بترول تعال. زين خلي انت هذا عنك وادر عنك. هل يلا زين صلاح كم بتصبون بترول؟ 160. كم بتصبون بترول؟ 100. 100 يسد. تعرف تحاسب بالكرت؟ من يجيك العامل عطى بس الكرت. انزين صلاح يلا صلاح سوي حزام على الامان. ايه وانت ما تعرف. يا مع السلامه صلاح. قولي لي شيء الخالدي، شو بتقولي له؟ شو اقول خالد مشغول طول عمره يلاد الناس. تابعين اهم شيء؟ نعم اني اتابعه. يعيبنا سوالف الخالدي. هي. هي نعم ما شغل سوالف الخالدي على الفنان بس نطالعين. وين هو الحين؟ شنو صار دير ما ادري وين صار. ايه البحر. سمعوا بالله عليك، سمعوا السؤال اللي يوميا نجاوب عليه. الخالدي ما شاء الله جدير عربو، وين هاي البقر اللي عندك يدره؟ شو؟ فل. فل يلا وين؟ كم فلوس؟ ما عندي كارت. اقول كارت. ما هذا كم عطيتهم؟ زيد. وين ساير الحين انت؟ وين بتصير؟ نسيت؟ الحمد لله. ساير. باقل. تعال حبيبي، لا صدق. وين؟ ده. كوفي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومساكم الله بالخير، لا الحين صبحكم الله بالخير، بعد ثلاث صبحكم الله بالخير. اللي يعرف اللي عنده منكم موقع عزل محاربة يندب لي اياه لو سمحتوا، وايد ضروري برجاء خاص. كان من المفروض بدون برجاء خاص، رجاء خاص، بدون برجاء خاص. عاد كذا ظهرت الحين الكلمة ولا حول ولا قوة. كل الشكر والتقدير للي طرج للي مزرى وتليفوني من الإجابة. بارك الله. ومن البارحة الحمد لله أنا ثرني متواعد ويا أهل ابن محمد القبيسي نوخذاي تحيدونه
بنصير وياها ضربه للعزاء، والعزاء ترى ظهر في ميرس البطين، ترى عن الانتقاد لا بد ولا عذر، كانك ساير في خير في فرح في حزن في عدل مايل، لازم من النقمات والانتقادات. وليه ضاري على الانتقاد ما يودره، خاصة هل بالانتقادات الهدامة ما بالبناءة الهدامة. يوم انت ما تبى تسير ولا تبى تخلك على ما انت عليه، انا ابوي مدامي حي بسير وبي في الفرح والحزن بواصل كل شيء علي. تعرفون بلا اشتطيت حد مطرش لي والله مسج بطرش لكم اياه، لكن قلت في خاطري بخبركم عني سد يعني. من حمارينا ليسير العزة متلبس وداز بالحيل كل، انت ما بساير عرسه العزة. ابوي انا العدال ما بودره، والتزقريته ما بودرها، والضحك والسوالف ما بودرهن، مدام الرب يعبد والميورد. كاني ساير حزن لو فرح الابتسامه لا بد ولا عذر منها، لا هذا واجب. انت ساير عزه بتيس باغمه، تخلف حق العرب، تخفف عن ما فيهم، ما جبورين في مصابكم، ما بتصير تزيد الحمم مليله. وساير انت تعزي يعني مش معناته تصيح وتباغم ربك ليه خالج جنك، لا كان ذكر له انت وحم، انت ليه ساير لهم فاجدين حد غالي وعزيز عليهم، فانت تسير الحين ساير لهم تهيض ما بهم اينان. ام اللي مفارج اخت اللي مفارج ريل ابو يد عم خال، يعني ما يزال انت تسير تباغم ربك ليه خالج جنك، ولا تصير لهم بطراطير ولا كندورك مع كنا على شنها كلاب ولا ريحك وهف، لا ما يستوي ابدا هالكلام ما يستوي. الموضوع هذا في سلكي انا وقانوني انا واللي ضريت عليه، انما اسير لابس الليونيه ما شيء كالف، ما شيء كالف، وصدقه ولا عطيه ولا بتمد يملاك بشيء، لازم وياها الابتسامه، عن الابتسامه لا بد ولا عذر. تغى ديوان وكبر البيت العظيم مطنبل حيف النوخذة. مرحبا مرحبا ابو محمد، مرحبا مرحبا ابو محمد. مرة تقول كأنه حبز الفونه. الله اكبر عليك. هاك ابو محمد كيف انت؟ محمد فكرة انشاء الميالس في الفرجان شيء وايد ايجابي، نفع عرب وايد سبحانك يا رب. طبعا ما قصروا الصراحة. شوف انت ابو محمد الموضوع هذا والله جزاهم الله خير، حكومتنا ما قصروا في شيء، ما في نقطه الواحد يقدر يناقش شم فيها، يعني كل شيء موفرين لنا لا من ميالس ولا من يعني كل الامور اللي يحتاجها المواطن ولا ما يحتاجها موفرين. سبحانك يا رب ادفع الله شر البلاء. طبعا قبل ميلس البطين حينه جايينا في عزة وبتي في فرح إن شاء الله، وإن شاء الله دائما يكون الأفرح إن شاء الله يا أبو محمد. هو هلال المسلمين من العرب الميالس، لو عندك ميالس حاليا بتضم الميالس 1000 و2000 آدمية؟ لا طبعا هي كل شيء فيه الميلس، كل شيء فيه، ما في شيء ناقص أبو محمد، وفروا على العرب شيء وايد. نفس الميلس هذا حضرته في السلع، شوف السلع موفرين في كل مكان، شوف ما شاء الله السيارة، شوف الخلوط واي اي بيت بيضمهم ما بيضمهم ابو شهيد. شو مشكلتك الحين؟ شو مشكلة بعدين؟ هي شو مشكلتك؟ انا مشكلتك محير بي طالع من الطالع. اصور لكم الحمام ايش قال، حتى الحمام ما تقولون مال مكان عام، ها شوف يلق كبره يعني، ولا حمامات المكان هذا مال حلب المعوقين وهذا هالمكان، يعني مفروض اني ما اصور بيني وبينكم، لكن شفت شيء مذهل وفنان ويستاهل التصوير، فلذلك يعني شيء وايد جميل المرفخ اللي مسوينه حق هالعالم كله. هذا ابوي اللي يعيد عمره يدوخ ولا شياته الزخاري واللي ما يدوخون داخل، فإنه يستوي ميلس بهالفخامة وبهالرقي وبهالنظافة وبهالحجم في كل فريج، هذا والله شيء مش بسيط يعني.
من هذا وهذا، المتابعة، الخدمة، نظافة الميالس من داخل، حرامي غير تحرق قصر شداد بن عاد. هذا اللي تويه مرشد، مرشد والحياة ثاني بمرشد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الهادي وامثالها سوى الميالس في الفرجان، شو السبب؟ لان منو اللي عنده ميلس ابوي يضم هالامه كلها؟ ابوي نبي سيره بحريه. متى عاد؟ امر متى انت ثامر؟ نحن نبي الوقت اللي يوالمك انت. انا الوقت اللي انت ثامر. لا خلاص خير وسهالة. الحين أبوي بيت أنا يلا يلا صدق ما صدقتني القذك. أقول لك ضروري بعد أن يصير يعني حاضر ضروري خدها بيج. حاضر خدها. ليش على بغيتي عدالي؟ لا ما طيب ما يلس اللي عند الطيب. يعلك تسلم يعلك تسلم يعلك تسلم. حر يا ما عرفت إلا علني. وين الله يطول. يعلم يا حبيبي خير يعلم. الحين تبنى أنا ما عرفتك الله يحفظك. هاي خبر بعمرك. أنت محمد ودراسيد من الطري هي غيرة ترى بيني وبين تواصل له بالسناب أول مرة شو ويه ترك فنان. أنا حفا أقول له نفس السؤال اللي أنت تقوله من عقب كشحتنا هايش ما ودانا. لا لا فضل لا الحين تولم تولم زين متى عاد؟ الأسبوع هذا. زين أبرك كم ساعة؟ عبد الله غرير ومحمد روح أنت قرب روح. لا كنا فاصلة ما شيء يزول. لا ما شيء لابد عاد بالمختصرات والرمسة والكورنرات. يا ربي عاد بيجتلني الهضوء ما يندرابهم عشو يتكلم. الشيخ طحلو بن سيدي الله يحفظه. ناصر بن أحمد السويدي. راح استوى هذا جمهور وايد كبير. ايه لازم كل حد كنا نحبه ما حد الدنيا الاود ما يحبه. غالي علينا صراحه من طيبك احسانك.
ولد الماس ولد الماس ولد الماس حارب الماس ولد تيسير الماس نوخذه كبير هذا شيفه شيفه تنوخذه شيفه شيفه تنوخذه معروف حارب الماس هذا هذا ولد نوخذه عود راح جميله بشدي يا رب يميع النيوم يميع الدنيا ما زين اللون الابيض علي ابوك حسك ما يتحاجه يا ابوك حسك يا ابوك ابوي هالرجال ما اعرف منو هالرجال خالد ما يعرفني الحين خالد سوى الحين ما يعرفني الحين ما عرفتني الحين ما تعرفني ما والله ما اتذكر شيخ العوامر حس على العوامر ما عندهم حدا بهالحجم شو لا في اكبر في ذمتك نعم تبارك الرحمن بعد ما تخوص اقوم ولا وش بعد هالتخوصير وين سايره ايه بعد هي وديها له يا رك الله عروس عروس شو اسمه ما تاكل ارنبه شيخ حمد بن مبارك الله يحفظه يطول بعمره كم في مكروه ابوي يلا في داعه الله اسمحوا لنا الله كلهم حديد عيب ما علي باس ما علي باس ابوي تاكل لحم هالزمان زمان كل اول الحين الارنب ابوي تاكل حتى الحصان الله يغفر لك يا شيخ زايد ويطول عمرك يا شيخ خليفة ويحافظ كلنا يا سمو الشيخ الغالي محمد بن زايد ويدفع الشر والبلاء عن كل من ساهم في بناء يدفع الشر والبلاء في كل من أنجز أي صرح يلحق المواطن نفع منه وهذا من واحد منها عمليات شرطية في الإدارة العامة للشرطة ترى هاي بسفيرته معينة تعيين تشهد لها الرب العرب يعني الله يحفظك ويبارك فيك آمين يا رب عطاك اللقب هذا مدير العام للعمليات الشرطية تشرف بأن أعطاني هذا اللقب وإن شاء الله أكون قد هذه المسؤولية سفيرة السعادة استاهلي يا الله إن شاء الله يوفقك ويستر عليك ويوفقك ويعطيك إن شاء الله على قد نياتك وتستاهلين هالاسم شكرا يلا الله يلا مع السلامة شكرا شكرا هدات الله والله كان تبون الصدق موضوع الميالس اللي في الفرجان حل أزمة وايد كبيرة ناس وايدة بالعرب اللي عرب وايدة تيسرت أمورها وافتكوا من الميالس الضيجة إلا البيت روحه يكون حالة تملى الله في حزن وين عنثرهم يجابلوا الحب في الميالس العرب العرب افتكت مهما يكون حجم الميلس ما بيروم يضم العرب هاي كلها لياي تنهم مستحيل ما بميلس عادي الميالس ميالس ولايتية أشياء ملكية هبلة ولايتية ملكية شيء فخم لا صار ولا استوى ترى مثل ما شفتوا هذا كله دين وسلف الدنيا أخذ وعطى عطني وعطيك عطى اللوادم الناس بتعطيك بتزورهم بيزورونك بتقدر منهم بيقدرون منك ما يتم والله ما حد شاهدك بتازم زام بعمرك في شام خيبل والله ما حد شاهد شفتوهم شيوخ عيال كبرها واسمنها يواصلون العرب قالوا نحن ابوي شيوخ ما بنواصل الا اللي من في درجتنا لا شيوخنا نحن مميزين اللهم لك الحمد يا ما نحن في نعمه شيوخنا نحن غير وجماعتنا غير هالامارات بكبرهم غير اصلا انت بحياتكم لقطتوا حد شرات هالامارات يا حافظ على هالامارات من ذكر ومن انثى من ذكر هذا اللي تشوفونه هالبروتوكول كامل القانون والسند والبند هذا مثل ما تشوفون يسوي عندك ونفس المايوب اللي تقدمه الرجال من المشايخ تقدمه النساء من فئة الشيخات يعني الله يطول بعمارهن ويحفظهن يواصلن الشيخات كلهن يواصلن من السلع لين الفجيرة كلهن راعيات وصل ما وحدة دون عن الثانية من يستوي مايوب عندهم فرح ولا حزن ركضت العرب حد حافي وحد منعل حرام يحد منهم حتى بكراسي يصير يعزي ولا فهذه روحها ميزة الله سبحانه وتعالى خص بها أهل الإمارات حكومة وشعبا صغارة النفس والصخاء والكرم والطيبة والتويب والمزاو وهذه الزيارات هاي روحها منو في الدنيا العودة هالنمونة أقولكم نحن روحنا عايشين في رغد في رغد وخير ونعمة أنا وصلت البيت على حينة يلا وغاية غدا هاي وانها تربع حينة
يلا الغداء. ايه غداء غداي اليوم مرقه بدو. مرقه بدو راس وقطيعتين الحيمات على هالكبير وعيش ابيض خالي مره ما اسوي. انا الترتيب شوفوا اظهر اللوميه واحطها ابوي وحط عليه شويه مريقه ها وامرس سمراسها لين مره تتجانس وعقب عاد ارد اظهره. اي امرس اللومي لوميه هاي اللب لين يظهر اللب مالها مره اخر شيء عقب ويصير تلقطه تعزل روحه علي تخلي المريقه. حد من العرب يصير يتحلى بها يعني الويميه هاي يتحلى بها ويا العيش يعني مثلي انا من طويستي هاي ها وحطها ويرسى تحلى بها ويا للحيمات ويا شو للحيمات لا بد من الويميه هاي واظهر الله يسعدها وزايدها على المريقه ها زيد فوق هاي اللي مارسنها الممروسه واستعملها كشوربه عاد الحين. تحيلون لحمتي المفضله اللي هي الرقبه ان اعشق الرقبه يقولون زواله ما علي منهم سالوا اللي يقولون عنها زواله. اهم شيء عندي ها لحمه الفج اهم مما يكون ايوه اللي ما ياكل الراس عباره ما الانسان على الخلاف بتفيق له. هالمطاميط اللي في الراس غرامي انا لو ينوم ما اعطي منها لازم ينفتش القفل عنه. هذا القفل الحين مره ما يباله لا سبع ولا دقيقه واحده هذا المخ اللي عليه رضوان من الله لو يبنوا ما اعطيته له. سلطتي اللي هي سلطه الكيل وشو وياها بذره الكتان جرب لازم بذور الكتان وياها يلا شوف والكميه السلطه ابوي اربع اضعاف عن العيش هذا هو كله عباس على دباس يوم يقولون عباس على دباس يوم يقولك عباس على دباس يعني هذا عباس وهذا دباس كل يتيا مع الضربة مرحبا ملايين يا ابو محمد صراحه والله نفتقد يوم ما تظهر نوريه ما ابغاوي ادخل على السنابات ما حصلك ارد فقط بلال خالدي السلام عليكم. بلا. ما شاء الله. Open. From where this one? From Madam Aisha. Which Aisha? ما شاء الله. أي which Aisha? أم راشد. تقوم عاشو بيطرشون شيء قولي بيت قوم بنت بن مهنة القبيسي ما حد يخدم هنا مو هريسة فنان لهم زين يلا صلاح غايته تعال. اول لازم البوه تسمونه اخ عليك سويت قليل ادب انت دقيقه يلا بسرعه
صلاح أزقرك صلاح وصلاح صلاح وصلاح انزين ما يوجف هالثمونه البول اخ عليك بس قليل ادب اشوفك علي ما تبى بالهريسه خلاص كلت ايه متى بس النون ايه تكلت انت منها يعني الحين تشد تكلت منها وعدلتوها جبتوها مره ثانيه حقي يا ركا بس يرون انتو حينا دكتور وين دكتور دكتور ليه دروس دروس بتريق عندي ولا وين بتريق انت هي انا بي انت بتريق عندي شو تباهم يسوي لك يسوي بي اول سيسي نفس الشيء يعني شو اقولهم يسوون لك بيض سيسي اول كل يوم بيض كل يوم بيض كل يوم بيض بيض هالك ريش حبيبي ما عليه اخر يوم سلم على الدكتور حبيبي شو بتقول له لا قولي سلم عليك خالد زين قول خبر زين اكيد هذا عاد الحين وقت الجيم هذا جيم وكل يوم ركضه في لبي الصبح ومساء وهل هالكثر شحوم عيل لو ما شيء جيم شو اليوم هاي حالتي السلام عليكم شو العرب اكثرهم يا ربي كل هالعرب تركض صبح ومساء ما شاء الله تبارك الرحمن كل هالعرب ابوي رياضيين وانتم ابوي تموا ابوي في بيوتكم لا رب وشحوم والحوم هي لبي تبون يا مجلسين في البيت جلسة البيت ابوي قوت وخراب بيوت لا بد ولا عذر من تنادي لا بد ولا عذر تلاحقوا ليكم الرباخ وتيكم ابوي الاعواق والامراض وتغدون كل واحد يلوده تتمطمط نعم الرجال والحمته رخوة شخانته الرجال اللي الحمته رخوة ودك الرجال هي عصمن لي واحد فنان حبيب ترهدي ابوي الرجال ابوي الا التمرين والرجال خاصه من عقب شو من عقب السلام عليكم عليك كيف انت ما شاء الله عليك شاد حيلك على الله يحفظك متعلج المتعلج ولا الطايح ابوي المتعلج ولا الطايح ما له خانه ابدا اللي ما يسوي رياضه ولا يحترج ما له خانه عثره ويبشر بالدهره ويبشر ابوي في الجسم الرخو ابدا قد يتشندول ريال تشندول شخانته ولا ريال يترهدي غير غز ساقو في صحن شخانت الريال يبغى يشارك غز الساقو يعني الحرمه غير يشارك غز الساقو صدق رمسكم شوف العالم ما شاء الله ما شاء الله كل هالعرب تتمرن والله من صدق رمسكم وايد ضروري ابوي الواحد يهتم في عمره تلاحظ كابتن متأخر علي 10 دقائق لين الحين 10 دقائق متأخر علي لين حياسة ريال وير ار يو كابتن
was not here. Well, I was waiting for you. What to do today? The shoulder and legs. توكلنا على الله. You ready? Yeah, I'm ready. يلا توكلنا على الله. صلاح؟ قول والله. يا مرحبا يا مرحبا. يا الله يحفظك. لك انت بلاك خاتل ما يصور ولا يصور بلا ما يصور لو ما حيد يصور ما اختلت قدامك انا توكم ضامير عندنا توكم سجلين في الجيم والله قلت لنا شهرين بس ما نشوفك انت في غمشة في الليل بعد من قفيت عينك شفتي صافي الربيع تختلت ودور قدام واصور السلام عليك كيف حالك كيف انت وسنيده انا اللي عارف انت من 3 أو 4 سنين تجيب ولا والله يمكن زود عندنا 5 سنين بس 5 ايه ما شاء الله عليك انت من قبل حيدك كنت في الدوخ الاول في العين صح والله مبني دوخ من شيشه وسقاره ومدوخ والحين الحمد لله ربنا العافيه قضيت اسوان كلها والسب شو الفضل لله ومن ثم للرياضه اي الصحه الواحد يحافظ عليها الصحه على الله يعطيك العافيه كم ما شاء الله واحد عفريت عليك فاتله سلام عليك الوحش ايش حالك كيف انت ايش حال ابوك الحمد لله بخير ابوك ترى يتابعني تعرف قول حق ابوك ضروري يجي الجيم يصير يتمرن ويلعب زي كذا صدق والله اي والله ما شاء الله عليه على الله يحفظه والله يا ابوكم هذا وانا كل يوم رياضه لا تمت شواكل ما ظهرت لي ولا تمت مطاميق هذا كله من تمي تزوج كله من الاكل هذا وانا اسوي رياضه اي لو ابوك لو ما اسوي رياضه رغدي واحد ابدا تلفزيون 70 بوصه وخطف علي وقت قبل شهر ونص يني كنت دقيق ونزلت وغديت واحد ولايتي رديت الحين وترهديت لكم الاكل فنان ما حد يودر لك الاكل فنان وما زينك يلك الاكل ما شي شرعت اروحي عاده يا الله اعطيني واعد الله يسلمكم يا حمد بن صالح ارميتي زين قايله وان ساير السيلم يطلعون فيلم على سباق سيايير او انه في كل السيلم انا بتخلص السيلم الساعه 9 والساعه 11 بيك عند تليفوناتي يبالها انت ضبيط وهو ما شاء الله عليه يختن ابليس ويداويه على الله يحفظه بعد الساعه 11 بيخلصوا من السيلم يعني بيخلص الفيلم الساعه 11 وبييني اسير على طول وان بييني على الله يحفظكم هذه مواعيدها للسمح هل السمحة الله العالم مواعيدهم هل هي مواعيد ولايتية ولا والله انها العلم اسبوع لي خطف من حمد حاضرين بس قوم العبار والغريع رامسين ويا حمد طول الطريق وطول الدرب ومصورين في العرس ومصور فيديوهات لين يوم الفيديوهات وانا عادة انزل الستوري عقبها بيوم ولا يومين كان الظاهر والعلم عند الله اني ما خزنت الفيديو متظني ساعة ساعة الا ربع وقام ظني غميق يوم عرس قوم العبار ما خليت حد ما صورته في ميع السوالف في ميع الضحك والدنيا وتقصير الدوبيا غير سبحانك يا رب ما لي نصيب هالقطع وحليل بعد هك الريال ونسني ما شاء الله عليه بعد الريال يظهر في السناب ريال خير واخلاقه زين وصغير نفس الكينج او الملك اسمه اعتقد الكينج لو الملك هي دار صورته حاطين تاج وين والله صورنا هاك تصوير وسولفنا غميضة عادة تسحن هاك ليش ما امتسح ما ادري بوين ولا بعرف كيف هالقطة عاد ان شاء الله بيني حين حمد يعني الله يحفظه هو ما شاء الله باهس في الامور هذه وان شاء الله بيحايل التليفون يمكن يلقطة زين عادة يلا بس عليكم ان شاء الله من اوصل البيت وي حمد بنرمس اذا الله جعلنا من الحيين يلا حمال ابوي يسمونه العقيلي لولايتي لا ابوي تصير تشتري من الدكان ولا شيء صف ابوي وتعدلها تخدم وتبذل يميع البيزات من المطاعم لي ابوي
تخدمه في بيتك وتلفه وتقرطسه وهكذا هالطرا يطير مكثرة. ها طيب ها بنزلك بكبرها وها يوم اللي طرا يطير وما أدري شو ألقوا عليه بس كفى الله المؤمنين القتال. شو بلاكم؟ هلا شكل يروح؟ يروح. أوكي شال. تسوي الدحينة هديت ويهك. لا تحطني ولدي أحمد على فكرة يعني وما بطاعي خلينا أصور. ليش ما تباني أصورك؟ بسم الله هاي نظرة شرير هديتك. أنا وصل حمد على أساس أنه بيمته الساعة 11 وحين وصل الساعة 12 وشي كانها هذا يقول لك هو أنه مواعيد مواعيد. زين مرحبا شارك حمد كيف انت؟ لا حين قال والله مسحني لا تصوره. ليش؟ ارفع على قضيه برفع 250 ترى الحين هات خادمين ابوي ها شو هسلك بكبرها هاي حق الوالدة لا لا مو هنا ليش؟ رجيمي بلا ما عليها باس اكلها من هالطحين. شو بقول لك رقم واحد اللي في العاب قبل المرض اقول قبل بس عضه ذا. الو القرص خلص بعد والدهن خلص والبزار خلص ما شيء لكم. هدا من السمحه للخالدي وحمد رميثي وهل السمحه هدا لكم المقطع هذا. يا طحت طيحة في هواكم يا الغضية وادعي عليكم حليله انا ابوك عبد الله من ديبان معك صيدة واحد منهم. منو منهم راعي العرايم؟ مبارك. منو منهم راعي العرايم بنا؟ لا ظنينا.